العمر ديالي 25 سنة. أنا تزوجت كيف ما تزوجوا كاع الناس، جاو دار ناسي خطبوني من دارنا بحكم أنني يتيمة. با قال لأمي أنا هز تقليد بنتك على كتافي، إلا كانت هي يتيمة أنا هو باها، إلا ولدي شرى لها لبسة أنا غادي نشري لها جوج. فاش تزوجت ومشيت لدارهم كنت فاجئ باللي كل هاد الأمور كاملة ما كايناش، ما عنديش الحق إلا شرى ليا ولدهم غير لبسة با كينوض كيبقى يعاير فيه، وكنشقى وكلشي كنديرو واخا ان بنات قدي وما كنهضرش تفاديا المشاكل، حيت عارف راسي ما عندي حتى شي واحد. ومع ذلك فاش ضربني ولدها ضربني الراس، عندي سيرتيفيكا ميديكال في رابور من عند الطبيبه في 22 يوم، خرجت للسبيطار ومني رجعت كتقول لي امو ما تدخلش عندي، الا دخلت هي نمشي انا. كنطلب فيهم كنقول لي معافاكم راه ما عنديش فين نمشي، فين غنمشي انا وبنتي؟ لاحوني مده ديال عام، مدة ديال عام وانا كندور مره عند خالتي مره عند بنتي. تصوروا مشيت اخوتي انا حامله بولدي، حامله في كرسي، ولدت في دار، ولدت عند خالتي، وهو مده ديال عام ما كيصرف لا عليا لا على ولادو. جات حايل عليا قال لي شوفي انا غنرجع انا وياك، فاش طال داك العام رجع انا وياك، انا تبدلت ما نرجعوش لدارنا. قلت لي لا ود الناس رجعوا لداركم، انا ما دايره ليهم والو، انا صابره ليهم. هو يقول لي لا راه دارنا ما بغاوكش. داني تحايل لمده ديال شهرين، كرا لي عاد واحد المراه قال لي ديك المراه شهرين وغادي نخرج. انا ما فراسي والو، ما فراسي حتى شي حاجه، جالسه حتى السيد اللي جابها كناكل، اللي ما جاباش ما كنقول لي حتى شي حاجه، كيضربني لا هضرت ما كنقول حتى شي حاجه. في الاخر فاش بقات مده ديال سيمانه السيد هز حويجه وقال لي انا غادي للحمام. قلت لي الله يعاون، تفاجئ صيفط لي ميساج قال لي شوفي بنت الناس سير شوفي فين تمشي، انا راه مشيت بحالاتي مشيت لدارنا، راه مرا الدار غطلع عندك. طلعت عندي منى بقيت كنطلب فيه كنبكي كنقول له شوف فين غادي نمشي انا ولادي، راه ما عندي لا حنين لا رحيم، ربا ميت، راه امي مرا كبيره، راه حتى واحد ما يهز ليا ولادي، راه ديك المده ديال العام راني تكرفس، راه ما نقيتليش ليا ليك كل وليت كندير غير الميكا. ما عقلش عليا ما جاش. طلعت عندي منى الدار قالت لي بنت الناس خرجي راه راجلك مشى، راه قال لي 8 وغيخ. قلت لها خالتي انا ما عنديش فين غادي نمشي، راه ما عندي حتى شي واحد. بقيت جوج سيمانات وانا بالجوع، جيت تصورو كنت ناخذ الخبز كامل من الميكا وكنرطبو لولدي، حتى شي واحد ما قدرت ندق على حتى شي واحد. مني جوج سيمانات كنعيط كنلقى تليفونو طافي، مني شاعلو بقيت نطلب ونبكي والو ما عقلش عليا، ما رحمني لا انا لا ولادو. مشيت لدارهم صونيت عليهم كانوا ساكنين قرابين لينا، قلت لها خالتي عطي لولادك غير خبيز. قطعت لها التليفون في وجهي، جيت في ديك الشموس رجعت هزيت شي حويجه ديال الدراري باش نبيعهم. حتى كنتفاجئ من الدار عيطات لي قالت لي راه خرجت جي هز حويجك. كنفرش شي حصيره والثلاجه وشي ماعن، هزهم كاملين داهم باعهم. ما لقيتش غير الدست من الدار قالت لي صافي راجلك راه مشى اجيتي ديري في داري. مشيت انا وليداتي ما لقيت فين غادي نمشي، مره كنجلس عند اختي حتى شي واحد ما بغى يشدني. امي مرا كبيره شكون يشد لي ولادي باش نخدم؟ انا عندي اجازه في باك كليستر واو في الدراسات الاسلاميه وبغيت نخدم، ولكن ما لقيتش كيفاش شكون يشد لي ولادي، فين النعاس ولادي؟ كنطلب من المحسنين من خوتي، ما عندي حتى شي واحد لا عني لا رحيم، نتوما هما خوتي شوفوا فيا وشوفوا غير في ولادي. كنترجاكم ما بغيت والو، انا ما كرهتش نخدم ولكن ما لقيتش اللي يشد لي ولادي باش نخدم. انا قاريه نخدم باش سمعت الله ولكن ما لقيتش. انا ولادي كنتكرفسو كنشوف وليداتي كيتعذبوا، ما كرهتش انا نعقق ليهم، ما كرهتش ندير بزاف د الحوايج. السيد تعدى عليا خليت لي الله ليك كنت ما لقيتش باش نجري.